السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هناخد علم الحديث ونوع أنواع البحث العلمي. يعني من البحث العلمي إن أنت تتأكد من صحة الكلام ده اللي قائله، مش أي حاجة تلاقيها تقول ده فلان اللي قالها، فلازم تتأكد ولازم ما تسيبش حد حاجة غير اللي قالها. تمام؟ طيب، فعشان كده قلنا ناخد قصيدة لذيذة اسمها قصيدة غزلية في أرقام الحديث لشهاب الدين أحمد بن فرج الأشبيلي، بيقول: غرامي صحيح والرجاء فيك معضله. فاحنا اتكلمنا على الغرام صحيح، والمره دي هنمسك بقى في كلمه ايه؟ معضل. ده درجه من درجات الحديث الضعيف، يعني الحديث الضعيف ليه درجات كتيره، ده منها. طيب، الامام الشيخ البيكوني بيقول في منظومته البيكونيه: وكل ما لم يتصل بحالي اسناده منقطع الاوصال، والمعضل الساقط منه اسناني. احكيت بقى ايه الاتصال والمنقطع. احنا عندنا حديث صحيح، حديث صحيح ده من شروطه اتصال السند، يعني بس السند كله قابل بعضه وكله يعرف بعضه وكله حصل بينهم لقاء. يعني ما ينفعش اقول لك الشيخ الالباني قال. طب انا ما قابلتش الشيخ الالباني، وانا كنت مولود في عصر وهو واقع في عصر تاني خالص، وهو كان في مكان وانا في مكان خالص، فده في انقطاع، في حاجه غلط، يبقى ده حديث ده ضعيف. امتى؟ الامام الشيخ ابو اسحاق الحويني، كنت موجود في مجلس دي وسمعت منه، فده يبقى في اتصال، في اتصال للسند. نبدا بقى نخش بقى في موضوع قصص ثانيه، عداله الراوي وضبط الراوي، هل الراوي ده بقى حافظ ولا لا، بس احنا دلوقتي بنتكلم في فكره الانقطاع. فهي في سلسله، فلما نقول لك ايه يعني اقوى حديث مثلا اللي هو مالك عن نافع عن ابن عمر، طب لو في حديث مثلا مالك عن ابن عمر على طول في، طب ما هو ما قبلهوش، فيبقى كده في انقطاع، لان هو ممكن ياخد الحديث عن حد تاني غير نافع، فتبدا تشوف الحاجات. طيب، هو بيقول لك ايه الانقطاع؟ ممكن نقسمه لاربع اقسام. مرسل، يعني في بعض الناس يقول لك ايه المرسل اللي هو سقط الصحابي مش موجود فيه. طيب، ما هو الصحابه دول فمش فرق، بس ممكن يكون التابعي بيروي عن تابعي اخر، يعني في بعض التابعين كان هو ادرك الصحابه كلهم وكده فما نقلش عن تابعي اخر، زي نافع ادرك الصحابه مثلا، ادرك ابن عمر. في بعض الناس كانوا في نفس الفترة، في بعض الناس جه متأخر شوية، اتولد متأخر شوية، أو جه قعد مع الصحابة متأخر شوية، فبعض الأوقات بيروي عن تابعين عن الصحابة فتبقى في مشكلة، فده حديث المرسل. طيب، في حديث تاني منقطع اللي هو السقط في أثناء الإسناد، في أثناء الإسناد بس ده مش متوالي. المعضل هو اللي بيبقى متوالي، هو سقط اتنين او اكثر بشرط توالي، يعني لو سقط ثلاثة يبقى معضل، اربعة يبقى معضل، اللي هو يبقى سقط منه اثنين ورا بعض، يعني فلان ما قابلش فلان، ده قابل فلان اللي قابل فلان اللي قابل فلان، يبقى في اثنين في النص، فده بيسموه حديث معضل. تمام؟ في حديث معلق اللي هو سقط منه راوي او اكثر من مبادئ الاسناد. تمام؟ هنتكلم في الحديث المعلق بعد كده. طيب، في برضو ابن الصلاح كان ليه برضو حتة حلوة في موضوع الحديث المعضل، بيقول لك ايه؟ والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا، يعني ينفع ثلاثه او اربعه او خمسه، مفيش اي مشكله خالص. تمام؟ والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا ومنه قسم ثاني حسب النبي والصحيح بمعا ووقف متنه على من تابعه. يعني هو بيقول لك في نوع ثاني اللي هو ايه؟ المفروض يعني في اثنين مش موجودين، طب ممكن يكون الاثنين دول النبي والصحابي. يعني ايه النبي والصحابي؟ يعني الراجل روى الكلام وما قالش او ما نسبوش الرسول صلى الله عليه وسلم، هو قال في مثلا في الجنه كذا 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 كذا، ما هو اكيد ما عرفش الموضوع دوت غير عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ما قدرش الرسول صلى الله عليه وسلم، فاسقط الصحابه واسقط الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الكلام والكلام ده ثبت لنا من اسناد اخر او من حد اخر ان الكلام ده الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فيبقى احنا عندنا المعضل في نوعين، النوع الاول اللي هو ان في اثنين اسقطناهم من نص السلسله، في اثنين مش موجودين في السلسله. تمام؟ يعني واحد مثلا بيحكي عن حرب 6 اكتوبر وهو ما حضرهاش، سمعها من مين؟ فتبدا تشوف سلسله السند فتلاقي في اثنين مش موجودين، فده من انواع الحس الضعيف. تمام؟ او ان هو يحذف الصحابي ويحذف الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول الكلام من غير ما يسنده للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ناخد مثال على حديث المعضل. الامام الحاكم روى حديث بسنده في معرفه علم الحديث، اسند الحديث للقعنبي عن مالك انه بلغه ان ابا هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعاما وكسوته بالمعروف
ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. فالحاكم قال له قال ده حديث معضل. تمام. سبب العضل ايه؟ ان هو الامام مالك ما قالش ابو هريره، وحتى الامام مالك ما قالش سمعته من ابو هريره او حدثني ابو هريره، انه بلغه عن ابي هريره. طب مين الاثنين اللي بين الامام مالك وبين ابو هريره؟ محمد بن عجلان عن ابيه، عن ابي هريره. وده حكمه حديث ضعيف، لان هو اسوأ حالات الانقطاع، لان فيه اثنين في السلسله، سلسله السند فيه اثنين فيهم مش موجودين. ده بالنسبه للحديث المعضل، وهو من اقسام الحديث الضعيف.